باشر تلاميذ المعاهد الثانوية والإعدادية أسبوعهم المغلق. مشاعر الخوف والقلق لم تخلو من المشهد، رغم تحمس الجميع لإنهاء سنتهم الدراسية والارتقاء إلى سنة أخرى. العربية حضرتها معناها بالقدية وكل شيء، عملت شوية غلط في الدفوار معناها، أما في المجمل صفا. الأولياء من جهتهم عبروا عن ارتياحهم لسلاسة سير الامتحانات، وذلك نظرا للتخوفات التي أبدوها من إمكانية عدم إجرائها في الوقت المحدد لها جراء الإضرابات. قمت الستة طيبت لها قهوتها ودعيت لها، قلت ربي إن شاء الله يجيبك في الصويب أنت وخيينك الكل، وربي إن شاء الله ينجحهم ويوفقهم للطريق المستقيم. الأساتذة أيضاً ورغم سلسلة الأضرابات التي شنوها هذه السنة، أكدوا انطلاق الامتحانات في أجواء طيبة خلت من التوترات. امتحانات الانطلاق نتاعها كان انطلاق طبيعي، الأساتذة الكل حاضرين، المراقبة كانت مراقبة ممتازة، التلامذة كانوا بصفة عامة منضبطين. يبدو أن اتفاقية وزارة التربية مع الأساتذة بتمكينهم من المنحة التي طالبوا بها قد أدت أكلها وجنبت البلاد اضطرابات لا حصر لها. وقد تجاوزنا المشكله التي قائمه كانت قائمه حول المنحه الكيلومتريه باعتبار ان وقع الترفيع لهم في المنحه في الاتفاقيه الاخيره. بالنسبه للاساتذه مدرسي التعليم الاساسي نفس الشيء، وقعت اتفاقيه. امتزجت مشاعر الخوف بالفرح والاستعداد بالمسؤوليه، يوم ليس ككل الايام، ففي الامتحان يكرم المرء او يهان. هيفاء حامد، قناة المتوسط، تونس.